السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم ان شاء الله كيكة بالليمون او الحامض والبرتقال، كتجي خفيفة بزاف، هشيشة ولذيذة جدا، والمقادير جد متوفرة وسهلة جدا في التحضير. باش ما نطولش عليكم ندوزو مباشرة نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. المرحله الاولى قبل ما نبداو غادي نسخنوا الفرن على درجه حراره 180 باش اون فوا كنوجدوا الكيك ندخلوا مباشره. غادي ناخذوا 150 غرام ديال السكر سنيده، نضيفوا عليه مبشور برتقاله ومبشور حامضه، وندمجوهم مزيان مع بعض بالاصابع باش تبقى النسمه ديالهم شاده في السكر وما تطيش لينا اثناء الطهي. ومن بعد كناخذوا 4 البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ونفرقوا الصفر على البيض. البيض كنوضعوه هنا والصفر غنزيدوه على السكر سنيده. كنطلعوا البيض، ملي كنطلعوا البيض وكيولي على هذا الشكل كناخذوا الاناء الثاني ونخلطوا صفار البيض مع السكر سنيده. ومن بعد كنضيفوا كاس ديال العصير مخلط، فيها 100 مليلتر ديال عصير البرتقال و50 مليلتر من عصير الحامض او الليمون، كيس من سكر فاني في 8 غرام، ونخلطهم مع بعض. ونضيفوا نصف كأس من الزيت فيها 80 مليلتر، نضيفوا 250 غرام ديال الدقيق مغربل، وفي الاخير كنضيفوا كيس من خميرة الحلوى في 8 غرام. ونخلطوا الكل حتى يندمجوا لينا المكونات. وفي اخر مرحله كنضيفوا بيض البيض غير بشويه باش ما يهبطش لينا الخليط. كندخلوه مزيان بالسباتول حتى يتجانسوا لينا المكونات مع بعض مزيان. من بعد ما كنحصلوا على هذه النتيجه كناخذ مول سبق ليا ودهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ونفرغ فيه الخليط. وفي الاخير ندخلها للفرن اللي سبق لينا وسخنا، غنشعل عليها غير من التحت حتى تنفخ وتطيب، ومن بعد نشعل عليها من الفوق باش تحمر. من بعد ما خرجت الكيكه من الفرن كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نوضعها في طبق التقديم، نزوقها من الفوق بسوك كلاسي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، كيف ما كتشوفوا زوقتها بشرائح من البرتقال والليمون،
ودائما تزين كيبقى على حسب الذوق. والمهم هو ان الكيكه كتجي غزاله بزاف هشيشه وكتبقى لمده اسبوع بحال النهار الاول، والمذاق ديالها رائع جدا وسهل في التحضير. كنتمنى تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم حتى نتوما. وما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء والعائله ديالكم، وشاركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما جديد. وشكرا للمتابعه، والى وصفه جديده ان شاء الله.